وسهلا باحلى جمهور موجود معنا الليله بالاستوديو. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم مشاهدي تلفزيون الحياه. عاوز اقول لكم في البدايه اني بحبكم قوي ويا رب تكونوا مبسوطين معنا ونكون ضيوف خفاف عليكم في حلقه جديده من برنامجكم لعبه الحياه ديل اور نو ديل. الحلقة اللي فاتت كانت معانا حنان أبو رمضان اللي غادرتنا وبينضم لنا مكانها متسابق جديد هو محمد حمدي. أهلا وسهلا فيك يا محمد، منورنا في لعبة الحياة. بنورك يا رزان. أنا سعيدة جدا إن حضرتك جاي من عالم الإعلانات اللي كلنا بنحبه وبنقدر أهميته، خاصة إن أنت بتشتغل إعلانات في جورنال مهم جدا في جمهورية مصر العربية. أنا بشتغل في جورنال قومي في مصر في شغل الإعلانات. شغلتي ان انا بالعربي كده ابيع اعلانات سواء في الجورنال او في الاوت دورز، والحمد لله مبسوط في شغلي. يا سلام، واحنا سعداء جدا انك موجود معانا، وطبعا عايزين نسالك ايه اللي دفعك انك تشترك معانا في لعبه الحياه؟ من الاخر رزان، يعني لو اي حد تاني كان بيقدم البرنامج ده انا ما كنتش جيت. شكرا، ربنا يخليك يا محمد. انا سعيده جدا بالشعور ده، وطبعا شعور متبادل. انا برضو مبسوطه جدا ان انت موجود معايا، وهدعي لك انك تلاقي الربع مليون جنيه يا رب يا محمد ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك وحاج سعيد.